وادي حازم. شكرا يا فندم. الحقيقة حازم، أنا طلبت من الوزارة نبك للعمل معايا بعد ما اطلعت على الملف بتاعك وعرفت الشغل اللي أنت عملته في إدارة المكافحة طول السنين اللي فاتت. ده شرف ليا إن أنا أشتغل مع معاليك يا باشا. في الفترة الأخيرة جات لنا معلومات شبه مؤكدة عن نشاط غير طبيعي في منطقة الماكس. وفي الحقيقة طبيعة المنطقة ديت بالذات تركيبة السكان فيها بتقول عكس المعلومات ديت. معلش يا فندم، ممكن توضح لي أكتر قصد معاليك؟ اللي أنا أقصده إن طبيعة المنطقة ديت بتعتبر منطقة شعبية، وأغلب القرى اللي فيها أهلها عايشين على الصيد، يعني التعاطي فيها ممكن. لكن اللي صعب بقى وبعيد قوي إن يكون وسط أهلها تجار لجلب المخدرات وبكميات كبيرة. اسمح لي يا فندم أختلف مع سعادتك في الرأي. البحر لسه لحد النهارده هو أنسب مكان لكل تجار المخدرات. أنا معاك يا حازم في الرأي ده. الكلام ده كان ممكن يكون أكيد. اقعد يا حازم. شكرا. لو ما كانش في رقابة صارمة ودقيقة على كل المراكب اللي بتصطاد في البحر. يعني المراكب اللي بتصطاد في المياه الإقليمية دايما تحت عينينا. والمراكب اللي بتصطاد في المياه الدولية برضه تحت رقابة مشددة من خلال الصور اللي بتوصل لنا عن طريق الأقمار الصناعية. وفي الحقيقة كذا مرة عملنا حملات تفتيش مفاجئ، لكن بكل أسف ما وصلناش لأي حاجة. يعني تقدر تقول إن الموضوع بالنسبة لنا أصبح لغز، ولغز كبير. بس أنا برضه واثق ومتأكد إن فك شفرة اللغز ده هيكون على إيدك أنت يا حازم. ومن جهتي أنا اطمئن، انا هرتب لك كل حاجه ممكن تساعدك في مهمتك ديت. تحت امرك يا باشا. طبعا يا باشا هيجي يلاقي كل التسهيلات اللي هيحتاجها. ما يكونش عند سعادتك اي فكره. تحت امرك يا باشا. تحت امرك. مع السلامه. مع السلامه. لزومه ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ يا شاهين يا ابني، البني ادم مجرد نفس، محدش يضمن اذا دخل هيخرج تاني ولا لا. ربنا يديلك الصحة وطولة العمر. أنا لو كان ربنا رزقني بالخلفة من 25 سنة من مراتي الأولانية كان زماني عندي ابن قدك كده. بس الحمد لله ربنا عوضني بحسن في آخر أيامي، وزاد من رحمته ولطفه وعوضني بيك. وربنا يعلم يا شاهين معزتك في قلبي زي معزة حسن اللي من صلبي. بإذنك يا رب تفرح بيه وتشوف عياله وعيال عياله كمان. إذا ده ما حصلش يبقى وصيتك حسن تاخد بالك منه وتراعيه وتعلمه. أنا عايزه يطلع زيك في أدبك وأخلاقك وجدعنتك. وصيتك حسن. إن شاء الله أنت اللي هتكبره وهتخليه أحسن من أي حد. هاتي يا اختي عنك، روحي انت لام حنف يعني عشان تساعديه عشان تخلصوا الغدا بسرعه. منور يا ابو علي. ازيك يا شاهين؟ نحمده، متشكر. اتفضل يا حاج. شكرا يا نوال. مش بعادة يعني تقعد حسن معاكم. حسن كبر يا نوال خلاص، ولازم يتعود على قعدة الرجالة ويتعلم كلام الرجالة. أنا عايزه يطلع زي شاهين بالظبط. ده يوم المنى يوم ما نشوفه راجل مال والعين كده زي شاهين. يلا حن على الغلبان يا زهر. فندسي راحت يا حلو. حلاوته.
علي النعمة انت مناوش في طقس. ده أسر ديل يا أزعر. ايه؟ شاهين. ايه؟ في ايه؟ سيبك منه يا شاهين. في حاجة يا عرة؟ لا شاهين مالك؟ حد جه جنبك ولا اكلمك يا جدع؟ انا محدش استجري يجي جنبي اساسا يا جابر. ليه؟ ايه عافيه ولا بلطجه ولا ايه نظامك؟ اللي يجي على شوقك يفتكره مره تانيه تفتح بقك وتلقح بالكلام زي النسوان لسانك الزفر ده هنقطعهولك. يلا اتطرق من هنا ورينا كمان خطوتك بدل ما نعملها معاك. يلا. انت لسه صاحي يا حاج؟ عايز حاجه يا نوال؟ كنت عايزه نستأذنك يعني بكره يعني نروح الانفوشي اللي خالتي احسان اصلها تعبانه قوي فهنبات عندها. انت عارف انها وحدانيه وملهاش حد. طيب لو لقيت انها بقت كويسه ملوش لزوم حكايه البيات عندها دي. ادعي لها بس، ادعي لها تقوم بالسلامه. انا مالي يا حبيبتي؟ انا قلبي. ايه يا حبيبتي مالك؟ السكاكين يا فاتن. اي السكاكين بتقطع في بطني يا حبيبتي. تعالي اوديك اعمل لك حاجه سخنه تشربي. نوال اتفضل اتفضل يا دكتور. طمني اخبارها ايه؟ طمني حضرتك، الحقنه اديها لها دلوقتي هتوقف النزيف اللي حصل لها نتيجه الاجهاض. طب متشكره قوي يا دكتور. نوال يا حبيبتي عامل لك فرخه تاكلي صوابعك وراها. هي يا حبيبتي عامله ايه دلوقتي؟ تعبتك معايا يا فاتن. ما انتي الوحيده اللي ما نسيتنيش ولا الدنيا فرقتنا بعد ما سيبنا المكس. عينيكي كده فيها كلام، عاوزه تقولي ايه؟ عايزه اقولك يا نوال ارجعي عن اللي في دماغك ده، انتي كنتي هتروحي في شربه ميه لولا ربنا ستر. شيلي الكلام ده من دماغك يا حبيبتي. يعني انا لو قلتلك انسي اللي عمله فيك يا عمي فؤاد هتنسي وتسمعي كلامي؟ ننسى؟ ننسى انه موت ابويا بحسرته ولا ننسى انه كرشنا من الماكس ظلم وافتراء؟ أنا مش عايشة غير عشان أشوف اليوم اللي الحسرة مالية قلبه وعينيه ونريح أمي وأبويا في تربتهم. وأنا كمان مش هنرتاح غير لما نعمل اللي في دماغي. لازم نلحق اللي فاضل من شبابي قبل ما يضيع تحت رجلين راجل هو والدنيا شبعوا من بعض خلاص. بس فين ومع مين؟ انت مش بتقولي انه مش حاسس بيكي؟ لا حاسس، انا متاكده انه حاسس. انا معاكي انه حاسس بس بيهرب منك، يعني عمره ما هيطوعك على اللي هتطلبيه منه. انا هنفضل نخبط على الباب لحد ما ينفتح في وشي، مش هنبطل تخبيط. انا بنحبه بجد، مستعدة نعمل أي حاجة عشان نوصل. حاضر طيب يا اللي بتخبر. أم حنفي خير؟ حصل إيه؟ كفر الشر. فين شاهين يا فضيلة يا أختي؟ نايم، الساعة لسه ما جاتش سبعة. ايه يا ام حنفي خير؟ في ايه؟ الحقني يا شاهين يا ابني، الحاج حسان. ايه في ايه؟ ماله الحاج حسان؟